صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج حديث الصباح، ومعايا اليوم الزميله حياه. مرحبا بكم. اهلا وسهلا استاذه عزيزه، ومرحبا بكم استاذه مشاهدينا الكرام. صباح الخير، مرحبا بكم في صباح يوم جديد من ايام حديث الصباح. حديث الصباح كيف ما تعرفوا كل نهار نتناولوا فيه كيف ما تعرفوا يا عزيزه موضوع جديد يمس حياه المواطنين بصفه عامه، وموضوعنا اليوم ما هو بعيد عن المجال. موضوعنا عن ريادة الأعمال في مجال الصيد، وده موضوع تعرفي أنه مهم حتى وفاصلين فنزيدوا فيه وكثر خلقه. ومعنا النقاش الأستاذ أحمد والأحمد العبيد، مرحبا بك وسهلا الأستاذ أحمد، فاعل في مجال الصيد. بداية كمدخل للموضوع، من درى شنو هي أهم المجالات المفتوحة أمام الخلق اللي يختار يتوجه شغل هذا المجال بصفة خاصة؟ شكرا جزيلا. قطاع الصيد شهد في هذه الفترة الأخيرة، العشرية الأخيرة، نهضة منقطعة النظير، سواء على المجال مجال البنية التحتية ومجال التكوين المهني. بهذه المناسبة تحت الفرصة لياسر من الناس أن يتوجه لهذا المجال. يا غير من ترى المجال مش مفتوح فيه من 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 التخصصات اياك يدخلوا الرواليش؟ مفتوح جميع مجالات الصيد. الصيد منين جبرنا مواني جديده، عاد الناس كامله تقد تقيس الصيد به، اللي عاد بامكان الناس تطلع شر البحر به البحر في مجالات اللي نقولهم لكم. المجال الاول بعد قاعد اللي فتحت له الدوله التكوين المهني. دوله عدت اكاديميه اللي انفتحت التكوين. هذه الأكاديمية تتيح فرصة أمام ياسم الشباب إياك يتكون ويتوجه شغل هذا المجال اللي ما كان معروف في اللي سبق هاي الفترة الماضية. به اللي كان حد لا يقيس قاع مجال الصيد لابد له من يدخل تحت إشراف رقاج أخر يعرف الصيد، إياك يمضي زمن يتعلم. والله راك دولة فتحت لك مجال وعدة مواني، مواني مفيدة. بيدك كيف تعرفي كان الولوج البحر هون حاشية السوق، والله في مكان اخر كان صعيب على قالوا العامل بيديش السفينه وثلاث انباس السفينه وقيله تنكفى السفينه وقيله حتى انهجت يا حوطت وجات قيد السفينه تنكفى وموت البحار الله ينعقبها. اليوم عدت مواني كيف ميناء ثاني تقريبا، ووسعت ميناء خليج الراحه، وعاد الولوج البحر بسيط بالنسبه لنقال البحاره. بالنسبة كان صعيب جدا، وكان خوفي. يقار بعد ما انك ذكرت البلاد اللي فيها السوق، ما زالت نفس البلاد اللي كانت فيها، والبحارة اللي انتوا يمشوا يبوسوا هو ايش زوارق هم ويدخلون في البحر وين يعودوا جايين هم اللي لابس الشيء. صحيح، البحارة اذا عادوا ما شافوا سمعت معناتها له دولة فتحت ميناء ثاني ويستوعب السفن الكبيرة والسفن الصغيرة. يستوعب السفن الكبيرة والسفن الصغيرة. الميناء جاري حالا تشغيل، يخصوا لا حد يجي اسمع لي دبر كيفي يفرغ فيه يفرغ فيه. وهذه القضيه اللي قلتي، الدوله هي اللي خرصت لين بنات الميناء وتبني ميناء ثاني في نجاقو به المنطقه الجنوبيه، ميناء كبير ومهم. اياك تخلص المواطنين من هاي العبء وهاي القضيه، واياك تحفز المواطنين على يشتغلوا في البحر. هناك مدي تحفيزات اخرى عدتهم وزاره الصيد للمواطنين. وزارة الصيد دعمت الشباب المستثمرين الشباب الجدد على الدخول في هذا المجال. شنو طبيعتك الدعم؟ طبيعة الدعم ها، شوفي أعطيتهم قطع أرضية على المجال البحري، ولكن مكنك مباشرة من الدخول في الاستثمار بيدي. لما تعود عندك قطع أرضية على المجال البحري يمكنك تجد مستثمر يجيب لك إيزين، كيف ليزينات موكاد يخلقوا، كيف ليزينات كونجلاسيون. هذا لا فضل جهود وزارة الصيد. لو أنها ما كانت وزارة الصيد في المرحلة الماضية من 2009 أعطت هذه القطع الأراضي، ما تمكن اليوم من تعود عندنا أكثر من 60 شركة للموكا وأكثر من 100 شركة الكونجلاسيون. هذا جايين من بعيد، كانت حوالي تقريبا شمال حق 12 شركة الكونجلاسيون وموكا ما كانت خالقة، وهذا الشرائك ساهموا بشكل فعال في امتصاص البطالة وساهموا في دخل الدولة، الخزينة العامة للدولة، وساهموا في النشاط الاقتصادي كيف الدكاكين وكيف السوق المحليه، وساهموا في بيع الحوت لمتناول المواطنين بشكل متناول الجميع. اللي تقريبا اللي نقول لك عن هذا قال البلاجيك، سابق لدخول شركات الدقيق ما كان بلاجيك معين في حد، وسابق انشاء شركه
معدتها الدولة بلاجيك. شنو بلاجيك؟ تنقال هاي الأسماك اللي تنتقل حالها، الأسماك سطحية تقريبا إيه. اللي هي في متناول السوق كامل اللي توكل المواطنين، عاد الحمد لله يوكل المواطن جميعا حامل موريتان بسعر رخيص، معدلته شركة الدولة قال الشركة الوطنية لمنتجات الصيد. تطرقت لنقطة مهمة وهي عن بعض المستثمرين في المجال، والله أعطتهم الدولة بعض القطع الأرضية، من رأيك أن ذوك القطع الأرضية معطاهم فمات فيها شروط معينة لابد من يعودوا يتحققوا في المستثمر إياك تعطاله القطع الأرضية؟ والله هم بعض الشروط، أول هي إياك تقبل القطع الأرضية لابد يعود عندك مستثمر وعندك شركة. من يعود عندك مستثمر غير شركة من ركانها تعود قائمة بذاتها ولها زمن، والله لا عندك تواقد شركة وتوه عندك ترخيص؟ فيه البعض يعود عندك شركة قائمة مستثمر، الشباب اللي مستثمرين وعندهم كانوا في المجال وكانوا في قطاع ماريرات تقريبا السماكين ويتطوروا شهر درجة ثانية من السماكين قادة مو موزعين مصدرين ويعودوا يصدروا اللي قالي ما نيفو تعودوا مصدرين، تعود تتيح لهم فرصة عن المياه، هات عادي صدروا عادي ممكنهم عن يبنوا شرايب ولك يخولهم عن الدولة تعطيهم قطع عرضية في هذا المجال البحري. طيب أستاذ أحمد ذكرت أن مجال الصيد أن الشباب عادوا قابلين عليه، نختار نعرف بعد مرتنة هذا القطاع وفتح الباب بشكل واسع للمواطنين من أجل أنهم يستفادوا بشكل كبير من هذه الثروة السمكية الهائلة، نبغي نعرف إيش مازال ناقص من أجل ياكنا فعلا نستفاد بشكل كبير من هذه الثروة وتعد موجودة فعلا في الأسواق، لأنك ياسر من الناس اللي يقضل السوق يقول لك الحوت ما هو خالق، يقول لك الحوت واعر ولا يقدر يشتري، لماذا؟ نحن شواطئنا غنية ونحن مواطنين دخلوا المجال ونحن الدولة مهيئة ظروف، لماذا؟ شكرا، هذا السؤال مهم. هنا عامل ذي السنة بالضبط اللي له 7 أشهر من السنة تلاحظوا عن خليج غلاء في سعر الأسماك، وذاك ناتج توقيع اتفاقية مع جارتنا السنغال اللي استنزفت خيرات بلدنا من الأسماك، وهذه الاتفاقية اللي وقعها الوزير اللي كان سابقا هون ما تخدم ملتان به، اللي هما منين أعطات لهم 400 رخصة سنغالية عدلوهم 800 بعدم الخبرة، احنا عاطينهم 50,000 طن من اجل غرض سلمي اياك ياكلوها اهل سين لوي جارتنا الولايه اللي مجاورتنا، وهم عادوا منافسين في الاسواق عادوا يخزنوها ويبيعوها في دول افريقيا لكن احنا نبيعوا لهم الحوت، وعادوا يستفادوا مواطنهم هم من اكثر من استفاد مواطننا احنا، يحاولوا يبيعوا الحوت في سين لوي وفي دكار ارخص من الحوت في نواكشوط، وعادوا قاع في الاخير به اللي قابلوا من الحوت اكثر من الغرض بفضل عدم قلة النقابة من دي الوزارة اللي كانت موجودة، قابلوا أكثر من غلط من الأسماك بدل من 50,000 طن قابلوا 500,000 طن، وعادوا قاع رخصوا للشركة كتشي ما حوالي قاع في بهدي هم نعطيتهم 400 وحوتوا بها هالدكار وهالكيار وهالنبول وهالجماعة، ودا يجي واحد يعني رخصة الخوه ويحوت بها، وبيك المناسبة حتى أنهم رخصوا شركة الموكا الدقيق كانت محرمة في السنغال، جاي صاحبها جاي موريتان ورخصوا له في سين لوي اللي عاد يقبض الحوت اللي اكثر من عاد يغسل، بدل من احنا كنا عاطين غلط سلم عنهم ياكلوا الناس ويعيشوا به جارتنا عاد قاع هم يطحنوا في السنغال، وخلقهم قلت رقابه عليهم وطالبين قاع من رئيس الجمهوريه الحالي محمد الغزواني ان يوقف عن اتفاقيه السنغال، بيجي اليوم انت تمشي السفن هون في لاترنا ما يجيبوك الحوت، بي الحوت استنزفوه هم من عند الشهر 1 الى الشهر 7، وما دام البحر يحوت في موريتان في بور هون ودبر كف سنغال بلتين الزين العوامل اللي نقولها استنزاف خيراتنا هي الاولى. نباع الحوت حوتنا بسعر رخيص لمواطني غير مواطنين مواطنين ما شافوا الحوت، بلتين اليد العامله اللي كانت تقدر تشتغل حركه السوق كانت تقدر تخلق هون، كانوا يقدروا يستفادوا من دبر كيرات، كانوا يستفادوا من الشاحنات، كان يستفاد من شركات كونجلاسيون دي قافلة هون، وكان قد يستفاد من شركات موكال دي حالا قافلين بيكافن تويت ونواكشوط وسوسانسينك دي حالا قافلين لهم 7 أشهر ما قد اشتغلوا، ذا كامل كان قد يستفاد لو كانوا هومن دبال كاف لو كانوا دبال كاف هومن في موريتان كيف العالم كامل، وكيف اللي قال لهم الرئيس السابق قال عن سنغال دولة جارة وأخوتنا
يغلى كيف الصينيين وكيف اللواس وهذا اللي فرضت عليهم الدولة. عادوا كانوا يفرغوا الحمولة تفرغ على الأرض الوطنية. من تفرغ على الأرض الوطنية استفاد مواطن بشكل غريب، استفاد منه الناقلين، استفاد منه كل أنواع الحياة حتى أنه يوصل للأسواق ويوصل للمتناول للمواطنين. اليوم ما يقدر يوصل للأسواق بهذه الاتفاقية اللي في السنغال اللي حاش منها حوتنا. طيب وطراجين وقفوا عنه. طيب هون أختي نعرف، سمحي لي يا حياة، أختي نعرف كان فم توجه جديد والله فم شيء يجمع البحارة والناس اللي تشتغل في هذا المجال، رؤية جديدة من أجل أنهم ينسقوا مع الجهات المعنية لتفادي هذا النوع، لأن هذا فعلا هذا كارثة. شوفي في هذه المرحلة الماضية حاولنا أن نلقى وزير الصيد وعنا تعود بعد قاع كيف السنغال اللي وزارتهم جاءوا معها جميع اتحادياتهم، احنا اتحادية والفاعلين في القطاع يعطون عودوا مشاركين في هذا الرأي بي اللي يقول المثل سالم جرب ذات سالطبي أنا نخدم القطاع ونعرف اللي يعاني منه يوميا. بدأنا لقى جاي معين على القطاع اليوم ما يعرف القطاع ايش فيه، يابت عودهم إشراك الفاعلين كاملين في السياسة اللي يتعدل الوزارة يعطي يتعدل اتفاقية ويعطي يتعدل أي شيء مع مدى يابت عود كيف جارتنا الفاعلين محاضرين في هذه الاتفاقية نعرفوا ذدي منها صالحنا نقبوه كيف لفلت ما صالحنا نعرفوا ذدي منها مخصر علينا نتفاداوه. ضرك راجي من الله من إجاب أن هذا الوزير اللي هو صاحب هذا الوزير هو المعدل معدل البرنامج الخطة هذه اللي كنت أقول لك عنها نهضت بالقطاع راجين عنه نيجانا عنه يستمع عنا ويمشي معنا في الخط اللي كان ماشي فيه دول اللي نهض ب ب ب ب ب ب ب ب ب قطاع من 348 مليون دولار إذن وصل المليار و45 مليون دولار حاليا 35 والله 35 مليون دولار مليار. هذا الوزير اللي رجعنا راجينا عنه يرجع صيفته الأولى معانا ويمشي في توجهات اللي دوروا الفاعلين في مجال الصيد، إياك يوفر اليد العاملة وإياك تمكنوا من توزيع الأسماك ويتمكن المواطن من شراء الأسماك بسعر رخيص يقدر يعيش به. إذا إحنا ما معقول عن عود الدولة ننتج الأسماك وإحنا ينباع فينا السمك بأغلى من اللي ينباع في العالم اللي يصدر صوره هو الحوت اليوم عاد فينا إحنا من جنوب أفريقيا ومن نيجيريا. لا نرجع شوي النقطة قبل ذكرتها مهمة وهي درجات المستثمرين في قطاع الصيد بصفة عامة، نختاروك تفسر لنا بهم أكثر. شوفي الصيد فيه اللي قال البحار بحار طبيعي اللي يمشي وعد البحر ويجي اللي يدخل البحر اللي يدخل البحر وفيه الممول اللي هو المرير السماك السماك هو الممول اللي يمول البحار ياك بعد قال البحر يجي متكون غير ما عنده وسيلة يشتغل بها يشتغل له السفينة ويشاله ما تريرها وينحسب عليه ويعود مرير هو اللي ضامن على البحار وهم الشركه هو الممول وهم الشركه لان البحر ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده بنك يضمن عليه للاسف ما عندهم بنك تقبلون القرض ما توصلوا بعد لحد الان ايوه هم مدين اللي قالوا الشركه من نفسها شركه الكونجلاسيون والله شركه المكان هي الراعي الاساسي للسماكين هي اللي تدفع لهم اللي يمولوا به وتعود هي راعيه من اجل عنهم يجاب لها الحوت ويجاب الحوت للسوق المحلي سعد هذا هو درجات هم درجاتهم. طيب هون نختار ونعرفه من عاقب المرتنة وولوج الموريتانيين فعلا للمجال ودخولهم للتجربه اللي ربما يعودوا كانوا الكثير منهم بعيد منها والله كانت قاع ما تصح عند ياسر من الناس. نختار نعرف الخبرات شطرة فيها، كان خلق تدريب، كان خلق تكوين، كان الناس فعلا كانت مؤهلة ولا خلق استعداد لهذه الخطوة الهامة. تكوينه خلق الدولة دفعت أموال طائلة في هذا التكوين قد ما جاب نتيجته للأسف، ولكن ما راجع للدولة راجع للمواطنين. عندك أنت تقيس الواية ما أنك مقتنع بها. يجي واحد دفعة 300 شخص وتصرف عليه الدولة مبالغ ياسرة. وتعدى التكوين وتوفى ومنين تقيس البحر النهار الاول تقول لك هذا مو كنا ضانين احنا كنا ضانين عنهم يعودون لا نجون جو بواخر كنا ظاهر لعن الدوله تقسم علينا بواخر وتعطينا المال ياسر وتعدلنا رواتب وهذا مو اللي جيت البحر حد واعد البحر يعود واعد بارادته يعود الواحد في حق عنده ما الدوله كونت ياسر من الدفعات وانا شت شيء منها وعندي واحدين منها حالا في السفن اللي عندي يقل قليلين يجيب منهم 20 تمشي وعد بدل بحط اجبار 2 3 4 من عن الخطا من شيخ نقول لهم
يمشوا يرجعوا ساعد وقفتوا باتيك وش يقيس الحيوان يعود منمي ما مقتنعين قال انهم ما مقتنعين بالفكره ويا ما يتم ما اللي بطلوا علينا ما يخص مارتن زيت عليها مارتن كنت متحفظ عليها شوي بين مارتن بالنسبه لي انا فيها شيء ايجابي فيها شيء سلبي المارتن زينه بالنسبه لنا قد مرحلتها ما توصلنا لها احنا اليوم هو الحوت في البحر وما عنده حوش ما حوش عليه وخبرتنا احنا الموريتاني ما مكنتنا نستنزف ذا اللي الكميه اللي ياط نصطاده كل سنه اياك تدخل الخزينه ويستفاد المواطن وتستفاد الحياه بصفه عامه ما قدينا نتمكن من هذه القضيه وعلى مرحلتين المرتنة خاص بين قاعد الاخطبوط ما يخص الواليبو عندنا من السفن اللي قاعد يجيب الكميه الكافيه للشركات فهم وما يخص نواكشوط ما نوصل نادي ويا دي استفاق من جهه الشراي تعرف عن الاخطبوط ما قد المواطنين يجيبوه معني انا مدات سفنه موريتانيه قد ما قدينا هذا التمويلات نعدله تمويلات الزية والمواطنين اللي يشتغلوا فيهم تمويلات الداد زية تبتي هي رزية وبيلي احنا نحاوتوا تحوي التقليدي بشين قالوا البوش ونمول سفينة بخمس متر وتنزل في البحر ويمشي من هذا مع الصباح ويطريها ساعتين ويجبر فيه شي جابره ما جابره يرجع بالنسبة للجارة أخوتنا اللي حاوتوا هون اللي يجيبوا الأخطابه بكميات كثيرة حاوتوا قاعد بشي ما يبلغ مبلغ 10,000 وبيه سلك فيل واحد ويزلقوا يصطاد بيه ذاك السركة هو يجيب الأخطبوط إيش يجيب الأخطبوط ويجيب جميع الأحوات هو قاعد التحويل الطبيعي أكثر الذي يجيبه هما كميات مضاعفة شمرات من ذا اللي يجيبوه وأقل تكلفة وأقل تكلفة فهمتي وبذيك المناسبة إحنا طالبنا ومازلنا نطالبوها في المجال أن يخلق اختلاط بينهم يسمحوا العمال الأجانب يجوا كقائد سفينة واثنين معه ويعود معهم ثلاثهم ولا ثانيين التطبيق اهم من التكوين في اسمه حد ما طبق تكون يقل ما طبق لو ان هذه التكوين كانوا مطبقين مع واحدين يعرفهم وجابروا كسب منها ما تراجعوا عنه هم ظهرهم اثناء تدريباتهم ما يجبروا قاعد معهم داخلين البحر اثناء هم ما يدخلوا البحر يكون شوي تكونوا يقل التكوين ممكن حد ماشي ليصطاد يشتغل ياك يكسب ممكن حد ماشي ليتكون قالوا كانوا قبل ثلاثة من الثانيين ودار لهم زلاقة مع ثلاثة من أخوت جارتنا الأخرى فيهم قايد ويتعلموا الأماكن ويتعلموا طريقة التحويط ما هم لا يطول الشهر اللي طافوا في التكوين مع واحد منهم هو القايد وتستغنينا عنهم بهذه المناسبة دائما نطالب عنهم يخلق هم دمج بينهم ياك تخلق في ظرف سنة ثنتين عاد تخلق مرتين طيب الأستاذ أحمد خصوص دائما ريادة الأعمال في المجال نختار نعرفوا المستثمرين الموريتانيين أصحاب الحمد لله الاستثمارات اللي قدوا يستثمروا كانوا فعلا اقتنعوا بهذا المجال ودخلوا والله إن شاء الله هو يزايد يوم بعد يوم حتى في المستثمرين الصغار حتى في ذادي نقولوا له إحنا تبتابع نيجي السوق اليوم تجبريه في أضعاف كنت ناس كنت تعرف في الأولى هم ضعف خمس مرات لستة وكل نهار جاي مجال الصيد في تبتابع حتى هو قاعد تبتاب وقاعد تبتاب يعني ناتو المهم انه يقدر سؤالي انا تجي يشري ويبيع الاسماك ويصيرهم البحر قال يشري من عند الصياد هم ما لهم الصياد قلت لهم اصلا لابد لهم ان يعود عندهم ممول ورمول يعود ممول هو لماذا؟ يبيع بقرتين والله عن زين والله شيء يجيب تطلعني شيء ممول بيع واحد وتمويل رخيص اي اوكي هذا تمويل رخيص ما في حد يبيع شيء من حيوان والله يعود كان يشتغل بوتيك ما يجي ممول وعاد اكثر كسب له محل في مجال الصيد من بوتيك في دكان في هذا اكثر كسب الحقيقه كسب البحر واكثر كسب البعض يقول عن بعض المواطنين يقولون المستثمرين في المجال انهم دائما يبقوا الأجانب هم اللي يستقلوا ما هم قد الوثقة ما هي الوثقة وحدها وما فهمت البعض الموريتانيين اللي قد يوثق فيهم يقير يقولوا إن الأجانب إنهم أرخص كراء يعني اللي يستكرى به حد من الأجانب ما هو اللي يستكرى به موريتاني شوفي إحنا يخصنا صراحة في هذا المجال إحنا عندنا مشكلة عندنا ما لنا واقعين مع روسنا أيوة احنا ما خالق حد يختار يمشي ويسافر وعلى الدولة الأجنبية يمول مدة ما يعرف كان هذا يجي ولا ما يجي مو حاكمه بشي ويعود جاب الخوه ويعرف داره له ولا بعد يعرف المكان تولياته ولا بعد يعرف جيته ويعرف قريبه ليش تغلو بدل ما يمشي مول واحد ثاني هذا ما
يقول ابن عاش ما بثبتوا عقل المحال. احنا لو ان اجبرنا يد العامله في موريتانيا ما مشينا نبحث عن يد العامله في مكان اخر. ايوه. قال هون بعض الانانيه هو البعض اللي جيران عند بحر اللي فيه موجود ليتمنا احنا هملين يجون نقبله. هو البحر فيه شكلين وفيه مواسم. لين قال البلاجيك عابر قاع ماشي. اذا ما اصطدت منه عندنا منه 1,200,000 اذا ما قبلنا احنا يا ماشي واخواتك باه المغرب واخواتك باه السنغال. وذاك كنت اقول لك في الاتفاقيه اللي احنا راجعين عنها تغير عنا قبل ثلاث سنين قالت سابقات مياه احنا سابق توصل لنواكشوط ونواليبو قبلت نزلت حدود نجاقو وسانكرانت وسقطر فنتريس وفنتويت حاشوهم الحوت قاعد سابق وصلنا احنا هو عابر اللي ما يقبلوه المغاربه وما يقبلوه هذا وما اصطادوا احنا منين تعود ظن انت عن هذا الحوت اللي حاني كذي تقبلوه موجود في البحر ومو حاني حد. بالنسبه لموريتانيا الاخطبوط ظاهر معنا ساكن وعنه هم ان احنا زارعين وحديثه لينقطفوا ثمارها من الحق اللي بغينا نحن نجوها. لا نلحق وقت قط. لا مو حق. هو موسم الحوت يعود خارج الشهرة معدودة. إذا قبلنا إحنا استفدنا منه استفاد خزينتنا منه واستفدنا منه في البنك المركزي اللي هو دافيز نجبره من دافيز. وإذا ما قبلنا إحنا يتبوا من الدخرة. هو ساد هو يسافر. بالطبع هو قاع مواسمه خالي يجي موسمه خالي. إذا إحنا يعطينا عود واقعي ما وصلنا أنا ما يعطينا عود أنا بحار وعندي سفينة وماشي البحار. شعني فيك انت اللي مشيت في البحر ماني حاصلك شيء ما هو ما انا ما عيني على المستثمرين هم من رؤوسهم انا عيني على اليد العامله البسيطه انا متكلم على اليد العامله هذا الكلام اللي يقول هذا الكلام اللي يقول هذا الكلام البحاره الموريتانيه والله مين ما قدوا يستطاعوا انهم يجلبوا لنا الثروه من البحر عاد يستطاعوا قدوا يخصوا للراي العام هذا مو حقيقي انا قلت لك عن مالك سفن موريتانيه وفي الموريتانيه ايوه قال ما في استفاده انا ما قصفت منه اللي مالكهم طيب اذكرت قبيل عن سبب الازمه الموجوده في الاسواق الموريتانيه ندره الاسماك وغلائها اذكرت انها قلت الرقابه اللي كانت موجوده والله قاعد قلت عد مزات موجوده على 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 هذه الاسماك اخترنا نعرف هون هذه الجهه اللي استحدثت الدوله الموريتانيه اللي قالها خفر السواحل ايش ضافت لهذا المجال؟ شوفي انا قلت الرقابه من بعدين نقول لك شو هو خلقت اتفاقيه على كميه معينه من الاسماك 50,000 طن وكانت يالله تخلق عليها رقابه وانواع محدده من السمك. كانت يالله تخلق رقابه عن هاي 50,000 طن ما تعداوها. باي طريقه اذا حوتوها في شهر واحد ما فرض عليك تطول سنه يالله منين تحوتوها في شهر توقفوا. ويالله منين تحوتوها 15 يوم توقفوا تحوتوها في شهرين توقفوا. قال منين تعود الرقابه قلت لك انهملت هون. منين تعود انتم اعطيناكم معكم تجيبوا ياي بوي تقريبا. انتم تجيبوا توف وتجيبوا دولار وتجيبوا بلبل هذا رقابه ما يخالف. نوعيه ثانيا احنا قاعد اشتمينا انت بس كيف هي تلاقم انت مده في دولتها؟ مدبر كيف بخمباي والله مدبر كيف قيندار والله مدبر كيف مجال اللي محددينهم الله سبحانه تتراقب في دولتها جبنا لنا احنا خمسه من خمسه واحد يراقب 400 سفينه هذا مو منطقي. واذا قالوا احنا حد مجال وانا وقفت عليهم يجيبوا كلبين محرم عليهم. وقفت عليهم جايبين زوج فيه البيض يشقوه. عندنا فلان منهم. هذا هو البدن اللي قلت لك عن رقابه ما خلقت عليهم. وسابق على العالم من من من, من, من ناحيه الجوده ومن ناحيه النوعيه. من ناحيه عندهم انواع قاع ما يصطادوهم محرمتين. هم معطينهم عندهم نوعيتين يصطادوهم. وخالق انواع قاع ما يعطيهم السوق. اللي هما جايبوي اللي هما البحر جايبوي وجي. جي. طيب خالق انواع من الاسماك ما يعطيهم يصطادوهم. وذيك الانواع الاسماك هم اصطادوهم كاملين. والكميه اللي اعطتهم ضعف هم اللي مرات. المسألة الثانية هما جبروا فرصتهم وتوهم خاضوا المسألة الثانية هو اللي قلت لك وما يقد حد يلومهم في النهاية هما الطريق انفتحت لهم في العام الأول في الفترة السابقة حوتهم كان يكب بالكهرباء خلف هذه سبعة أشهر حوتهم ما تشوف في اتفاقية العام الأول هو اللي يجي فترة صعود ما هو ياسر فيها واعر راح قسم لا ذاك فترة الخريف بالطبع أيوه. لأنه يعود بعيد قال هي الفترة السابقة العيد، الفترة كان اصلا يعود خارج هون ياسر، العام ما شفتي ولا في تشوفي؟ معنى الله سابق العيد ما هو خارجه عادي. ما في تشوفي؟ في اليوم حوتوا حتى حوتوا دراد وحوتوا تشوف وحوتوا الاسماك اللي محرم عليهم تحويتها. نحن قاعدين. وانتم كفاعلين في المجال، هذا ما كتبتوا به الشيء للوزارة الجديدة مع نحن تحركتوا في المجال، لماذا قاعد يتم دائما الناس صاحب في بداية الاتفاقية انا اتصلت بقائد خفر السواحل. قلت له ان الاستعداد للهيئات التعاون معه وعنهم شكلوا لجنه لهذا المجال وعن ما تعود خارج لجنه ما خارج شيء انت من تعود مقتصر بالواقع لجاجنين ثلاثه اربعه ما يقدروا يراقبوا 400 من تعود مقتصر بهيئه واحده تقعد كل شيء تعدوا
كان يقعد اربع هيئات والله خمس هيئات وكلهم مراقبين على الثانيه ما يقدر يخلقهم شيء شنو. وزي قلت له صاحب خفض السواحل محمد اللي موجود وبدنا الاستعداد للشغله معاهم قال راضي عنهم من يختاروا له شغله وحدهم. وذيك جابت لنا بعض المشكلات ذي هي معنا مع كانت هم اللي قادم نقص خبره عند الوزير كان هو لو انه كان الوزير الحالي اللي يعرف الامور اللي كان دخل فيها الهيئات الرقابيه ودخل هيئه من الوزاره ودخل هيئات من المجتمع المدني اللي يشتغل في مجال الصيد اللي عاد خلقت رقابه عليهم امتن من هذا ومنين يزيدوا بعد نهار والله اثنين والله ثلاثه اللي يتواصلوا عنهم زادوا بيدوا في الصيد اللي يتواصلوا عنهم زادوا فهمت وتوقف عمليتهم اللي له شهرين ولا ثلاثه واحنا بلغنا بها السلطات المعنيه قلنا لهم عنهم اخترقوا القوانين قال غير هي الاتفاقيه اصلا النهار ما فيها انهم يفرقوا حمولتهم على الشواطئ الموريتانيه. ذاك هو اللي كان مصمم عليه الرئيس السابق كان انهم يفرقوا هون وانهم يفرقوا في نجاقو قال منين عاد هذه التفريق هذا فائده الميناء هذه التفريق مين جاهزه؟ قالوا انهم يطلبوا هاي السنه للسنه انهم يفرقوا في السنه اها غالي السنه اللي اعطيناهم غالي السنه قاعده كامله كفيله بتفرغ البحر كامل شرمهم هم فرغوا بعد ياسر نقول لك عن فرغوا نسبه منهم كبيره اللي هنا العام احنا شركات في بيكاف تويت اليوم قافله وشركات في نواكشوط قافله بالنسبه قاعد ثلاثه بس وفريقوهات نقل للاسماك للولايات الداخليه هو معطل جميع شرايين شارك فيهم هذه الوالد نقول هذا هو وعد الاسماك سويت يعني وي شاركت في الوالد ما قلتها لي ذي الفتره اللي كان في هذا الوزير السابق وقف لين قالوا الاسطول اللي هو كان مغذينا من السفن بنواذبه بالاسماك اللي ملت شيء قال له ما يعيش عين الشبكه وقفوا فتره ما كان يقدر يتوقف فيها احنا ما قد عود عين الشبكه شنو؟ الشبكه عندها عيون ايوه استحواذ وفيهم شيء 36 وفيهم 26 28 وفيهم ايوه وهي ما يدور 40 40 كبيره شوي حتى ولا احنا ما حوتوا قاع بها احنا نحوتوا به 28 36 به اللي تقبل الحوت السقي تقبل الحوت الطبيعي هو الحوت فتره يكبر فتره يسقى لكن الطبيعي في الحوت غلياتنا نشوف عن الفتره اللي يسقار فيها لا تخليك توقيف يسقار بعض منه يكبر شيء ما يكبر لا كان الفتره اللي الحوت فيها مدد يعطنا كنا نوقفه عود فترة راحة 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 قريت الراحة البيولوجية راه ما هي مراعية الفترة اللي اصلا فيها هي لا فلاجيك ما في راحة بيولوجية قلت لك عنه وقف السفن اللي كانوا مزودينه 2016 و2017 من يصعدنا لجانب استطاع بعض المستثمرين الشباب من جلب سفن من تركيا وغداوا الاسواق من حيث انه ما شعرنا كاع ما شعرنا عن الاخرين الشام وهذا الوزير كان هو وقفهم. اللي هم اربع شهور واقفين. وذاك اثر حتى للسوق. عندنا كنا نجبر الحوت اصلا منين يعود مو في نواكشوط جاي من واديبو جم عاد مو في نواكشوط ولو في واديبو. هذه مشكله. يا غير كاع نوعيه الحوت اللي تنجبر في واديبو اجود من النوعيه اللي تنجبر هون على الشواطئ نواكشوط. ذاك عايد ليش؟ لا ما فيها جوده. سمك موريتاني جيد كامل. مش عاطين نحن مولانا. عن الحوت في موريتاني جيد كامل. قيرش بعض من فترات الحوت اللي يجي من نواذيبو اجود من النوعيه اللي هون موجود على البحر. يجي نوعيات وتوأم مو نوعيات موجودين هون. يجي نوعيه مين نوعيه موجوده هون. كيف كربين الفرعات هي في نواذيبو. تعود كربين جايه من هوك وكربين هنا تقارن تقارنهم ما هم. الفرق بينهم. كربين اشكالته خالق لحد بيضاء خالق كربين كحله لكن. بدي اذا انت ما تشري تو كربين بيضه كربين كعبه كربين بيضه الكربين بيضه ما هي قالي على الوادي يقول لها كربين كحله والله طيب اللي اكثر تداول نختي نعرف هون في مجال دائما رياده الاعمال في هذا القطاع المصانع شخلق منها في الفتره وكان فهم توجه فعلا من الموريتانيين من اجل تصنيع هذه الماده لانها هي تصديرها خام ربما يعود اقل حتى والله قاعد اكيد انه اقل حتى منها الى وصنعت وعادت تعدل قيمه مضافه لها. جيد سؤال جيد. شفت المصانع؟ اعتقد في قلت لك من 12 مصنع لغايه 2009 120 مصنع اليوم. وجوهم فيه 60 مصنع الفني هذا شيء حديث. التصنيع ما فاتخ لك راجينه في هذه الفتره. يتطور شوية التصنيع إضافة شيء جديد نعود احنا نصدره كاع تصدير نهائي احنا راك بدنا نعدلوه ونبيعوه للدول الاخرى غير
لكن في مرحله بعد يمكن عدلوه بعد اللايه لانه يؤامبالا يؤامبالا بالنسبه للدقيق ينطحن ويصدر عالميا موكا والزيت يصدر عليه كزيت أيوة. ما في قيمه ضافه وفي العالم غالي وكان بالنسبه للحوت نعدلوه نصقلوه نؤامبالوه نمشوه راجين في هذه الفتره الجديده عندنا تخلقها من تطور شديد بالنسبه للناس اللي داخل السوق وجبرت في نتيجه انها تزيد بعدين طورها نشر تصنيع. ما يتعلق بالمصانع البعض يقول عن ذا اللي خارج منهم اللي هي موكا انها ضررها كبير على البيئه من دراسه ترد عليهم في المجال خصوصا انها الروائح اللي تنبعث منها دائما تعود ما هي صحيحه حتى في رواقيج خصوصا الاشخاص المصابين بالربو والمصانع دائما يعودوا في وسط اماكن سكنيه. شفتي هو الناس راضي عنها تشم داشي في نتيجه. هي الناس ما زالت الحوت ينكبهون سابق موكا كان الحوت ينكبهون زيلات بيض منكم ساكن كان في ماكشوط يقعد يعرف زيلات هون مكبه من الحوت كنا نصطادوا منه كميه اكثر منه ما عندنا تخزين ولا عندنا موكا نكبوه ويعود زيلات هون يفتحوا لهم تلك فاضل عنا كيف قلت لك الموضوع كنا واحدين فيه هذا تطور تطورنا شور شركه موكا وعدلناها وعدنا طحن البلاجي كلها كان عندنا وعدنا قاعد ناكله وما عند موكا هو كان لين شيك الدور ما عند موكا هو بدنا نصدر ما يالط من داله في الدشره تخطيطهم في الوادي بوكان في البونتيه كان الوادي بوكان صغير والله ما كان يعطي عدو توسعت وكان صاد شوي فلكن امور عاديه الوزاري اتخذ فيه قرار بعدهم كيف فنتويت حالهم في فنتويت 28 كيلو ما جاب حضرهم مصانع في العالم كامل مصانع عندنا اكثر لحاح واكثر قال احنا ما نقدر عدو بينا كره لحاح وكره شيء نشم عدو ما عدلوا اقتصاد نحن هذا اقتصادنا لا نقدر نسوقه راعوا لهم توه الاماكن المناسبه لهم يعطون دائما الاماكن المناسبه لهم وفضعيه مودي مناسبه حول الشركات عند الفلتر للدخان خالي راح نفرض عليهم مواليب فلتر للدخان ويعملوا ولا عندهم بما شاهدنا في الفترات الاخيره بعد ياسر من التظاهرات وغيرها المطالبه بان شرايك مو كان هم ياخذوا شو التظاهرات في شكلين هاي التظاهر السلمي بنيه سليمه ولا خالق التظاهر السلمي لين نقول لك لخالق انا واحد من المجال خالق التظاهر السلمي بنيه سليمه وخالق التظاهر من اجل مصلحه خالق شنو الناس يظاهر فعلا رابطوا الدخان وندال الفلتر وخالق شنو الناس يظاهر انه ما 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 تاحت الفرصه ذيك الساعه في اجبار قطعه ارضيه يستثمر فيها وعادي عدد التظاهرات لان ياك ساعة واحدين اخرين وهذه اغراض 100% من ترى نوعيه الاسماك اللي تعدل بها موكا هذه شنو؟ بالاخص اللي قالوا هو هي اصلا موكا مدوره ديل باقي ولا كونجلاسيون الحوت اللي مو صالح لوكيج ايوه وفتره ما فعلا كنا نطحن الحوت كامل للاسف كنا نطحن الحوت كامل واحنا جينا في هذا جارد كور جارد كود وقطعا مشات معنا في القضيه اللي هو بزي جزاه الله خيرا جينا الفتره الماضيه العمليات وقلنا له عمليا قال الحوت لوكيل ما تنطحن وقطعا وقفوا معنا في القضيه اللي نقول لك 2017 وكانوا يطحنوا جميع الاحوات الحمد لله راك تحسنت عاد يطحنوا منه الداشي مو صالح لوكيل ولو هم اللي خاسر حتى اللي خاسر لوكيل يكشن مو صالح لوكيل تقريبا مو بصفه جيده. ما هو ذا الطري اللي قد ينزل للسوق مباشره. ما هو بصفه جيده، هم خارجين نسبه مضروبه عليهم. كانوا فات الحق مرحله معينه من الطروح وعاد لا شوي خارجه كميه. احنا ما قد نستوعبوها قاعد. ايوه. بنار عندنا قلت لك كانت عندنا 100 و كانت عندنا 12 شركه تخزين واليوم بعد بين واك شوط مريض لحقت 120 شركه. ايوه. كميات تخزين الحمد لله ما هي كافيه. ذاك باقي وراء التخزين نرجع شهر موكا. يا غير نختي نعرف انا هون شنو هي حدود الرقابه على هذا المجال؟ تذكرتوا عنكم كنتوا فعلا تطحنوا الرقابه مرت بفترات مرت في فتره ما كانت خارجه الرقابه مرت فتره خفض السواحل هذه خلقت الرقابه ولكن ما ديما زنادان طالب ان تحسن كل فتره تخلق رقابه احسن من الرقابه الماضيه راك المفروض عليهم ياسر من الشروط ما كان خارج لهم فلتر كنت عن الناس تعاني من الدخان المفروض عليهم الحوت بصفة جيدة يعطون فلتر يلا يعود معاه في نفس بالموازاة معاه النوك الشرايك يرتفدوا من بليدتهم اللي هم فيها اللي في نقرب كثافة سكانية معينة ويعودوا على حواشي الدشرة به اللي هي مكانهم الصحيح ومكانهم الطبيعي قد الوزارة تشوف لك وتخطيط لك بعد عادي التخطيط جيد عند
التانيت بيدي تانيت 65 كيلو اللي يضار لحد دخانها ما يلحق المعشوط ولا يلحق المطار والله وفنتويت هم اللي كذلك ونجاقوا مؤهلة تعال فيها فيها الصناعات ان شاء الله ينقبل بعين الاعتبار هم اللي ما يخصوا أهمية المواني اللي جات لهنا نرجعوا شوي لنقطة مهمة عزيزة وهي ما يتعلق ب لهنا نرجعوا شوي للأكاديمية ونعرفوا من ترى شنو مطالباتكم انتم كيد عاملة ناشطة في المجال الدور توخذ لكم الأكاديمية من اليد العاملة لصالح حالكم انتم كمستثمرين شو احنا عندنا طلبات اللي نقولهم اللي قاعدين الأكاديمية حتى أكاديمية احنا مهمين عملها وزين عندنا قال كي قلت لك إذا ما خلق شيء واقعي في البحر اندماج بين هاي البحار الحقيقية اللي خلقت في نقر البحر والرباد فيه اللي تعرفه واللي معايشته يوميا وليليا ولا استغنى عنه مع ذو اللي متخرجين من الأكاديمية ما لي يخلقهم تحسن فهمتي بهدي دائما تطبيق مدي حقيقي ما هو شيء ينفع فيها مشاهدة من بعيد الطالب الثاني نطالبوا عن الوزارة وفي هذه الفترة الماضية أنها تم الحصص اللي نقال له كوتا تعطيه المستثمرين في المجال الفاعلين في القطاع من أسباب عدم الحوت اللي أذكرت دبي عن هذه الفترة 17 الماضية الحصص لكوتا نعطاه للناس اللي اشتغل في مجال الصيد نعطاه للناس اللي لمتها في الصناديق من تخيلها عنها الواية ملمومة في الصيد وهي حصة إياك تستغلها إذا بدأت من السفينة استغلها بها والله باخرة والله أي شيء لاستغلالها ما هي معطية إياك تتم في الفترة الأخيرة وقسمت الحصص على الناس اللي ما تشتغل في المجال ولا عندها حول ولا قوة ولا ناقة لها ولا جمل في المجال ولا 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 سفينة لها ولا حبل في المجال وهذا مطالبين الدولة أن يوقف عنها عن ذي قال الحصص في الصيد تراعى فيها الناس اللي تشتغل في هذا المجال ما تقسم على الناس اللي ما تشتغل في المجال ونعود حند نشتغل في المجال كايزنا حصة يفرغوا علينا بالنسبة للدولة هي راك خارجة حصة سنوية كيف قلت لك في باجل عندنا 1,200,000 ايوه هاي 1,200,000 تقبلها انت وتقسم على الناس ما تشتغل في الصيد ليش انا عندي توارث شريكتي وعندي باخرة وندور كوتا فهمي لو 300 بلاجيك يقول لي مين خارجي احنا البلاجيك قسمنا ويعطوا نجاة هو كي قلت لك مو بيد مستقرة يغاد لسه بعد الشهر الماضي لان طالب الناس ما جل بحر يحوت لو كان يجل بحر يحوت تم لقيت انه ما فات الحق انه جارانها حاشته ما فات الحق الشواطئ الموريتانية يغاد نواذيبو بالنسبة لنواذيبو للداخل المغرب ايوه هو لكوتات نعطى البواخر هنا كان نعطى لهم واستجلبوا عدوا احنا لحقنا من الشعر الى قلبه وعدوا خازين الدول حقنا من الشعر اليد عامل استفادت منه يقال هون مطالبين الدولة عن ذلك قادوا الحصص ذلك قادوا كوتا تم يعطى المستثمرين في القطاع اياك بعد قال نين اعطاك لكوتا حدك تقدر تجيب سفينة والله تشتري السفينة والله تأفلت السفينة من الخارج تقدر تساهم في هذا المجال يقال نين اعطى للناس اللي ما هي ما 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 كانت فيه ما هي فاعلة في ما هي فاعلة فيه ما عنده اي فايدة شوف الناس اللي لموا في الصناديق هو السنوي نيتوفا السنوي يقول لك انا قط اعطاني الوزير هون ذا الوزير اعطاني الكوتا ورعي ميلان هون عندي انت ما في شيء يشتغل هي ما تشتغل هي من اجل انك عندك حصه معينه تقدر تجيب لها سفينه شق لك تستجلب ان احنا لك الحصه ياك تستفاد منها من البحر من البحر طيب هون بتون قط كارتولي في مقابله فايته عن من فضل هذه الشرائك الدقيق اللي جات جديده انكم اكتشفتوا عن فم كم هائل من الاسماك اللي يجوا بشكل موسمي هي وافده ومتخطئ اذا ما تنقبض مثلا لا تتخطى وهي اسماك هائله نخصين نعرف من عقب اكتشافكم لهذه فعلا الثروه الكبيره ايش خلقهم الاستفادة منها بشكل فعلي انت ظاهرك عن 348 مليون الى مليار انا داخل مناش هالمليار مين داخل لكم الحوت الدولة ما وزارة الصيد ما تدير ضرائب على الدكاكن وزارة الصيد تدير ضرائب اللي قاعدة اس ام سي بي تخلص من اللي قاعدوا الحوت ضريبة معينة ونتيجة هذا هي يقال في المقابل الاشهر الماضية تخلص دخل الدولة تعرف عنها تعب في ذل اللي كنت نقول لك عنه جاب للبلاجيك كان موقف من الموقف انعكس علينا احنا مواطنين ناكله وانعكس على داخل الخزينه واللي قلت لك ذاك النهار مثل نقول عن فضل ذاك الشباب اللي استطاع ان يقنعوا المستثمر هو اقناع المستثمر ما هي بسيطه
تجيك تقنع مستثمر يجيب استثمار دولة ملايين الدولار. وزارة المالية ولا وزارة الاقتصاد تعطي عيمان تدرس مشروع، ياك تقنع دولة أخرى تمويل. وأنت ياك شخص واحد مولي تاني وشاب صغير، ياك تقنع مستثمر يجيب بواخر مليارات ملايين دولار، باخر تسوي 3 مليار 4 مليون دولار، هذا شيء مفيد. وش قال إذا عادت ذي الخيارات اللي قلت لك اللي تستجلبها واستجلبتها فعلا بالنتيجة هذه، قال بعد اللي له شهر عملها خاسر، ومنين مودي يريد مولانا عنها تواصل عملها تظهر نتيجتها للسوق المحلي، تظهر نتيجتها للخزينه العامه واليد العامله. انا نقدر نقولوا عنها هون يعلق عليها ياسر من الامال اللي خلق فيها اصلاح. معلق عليها ياسر من الامال، نختار هم يتنزل بين نختار الناس تسجيل ميناء ثانيتها تستثمر فيه فيه رخص، ونختار اعطانا رخص هم اللي فيه للناس اللي ليه تستثمر، مو الناس اللي كلها مالك قطعه ارضيه وطالع قطعه ارضيه كي شيلوها تلبح كي شاليها فجهه الصحراوي. هذا القطاع نختار هنا اعطانا لقاه ليش يشتغل فيه، ما هو لقاه اللي يدير فيه بيكات ويدير فيه تحويشه يخليها يعني حد اعطاته رخصه في هذا المجال، المجال البحري يفعلها يعطي يفعلها ياك ايش؟ ياك يشتغل في المواطنين وياك يجيب الحوت، ياك يستفاد من المواطنين العاديين وياك تستفاد من الدوله وضرائبها، وياك تستفاد من الخزينه العامه. هذا هو اللي مهم. لا نرجع شوي لحاشية بحر نحن هنا اللي هو نواكشوط ونوعية الحوت الموجودة ومواسم التعود موجودة في ذي الفترات الماضية، شهدت نوعية يايبوي خصوصا انقراض بشكل ما هو عادي، ما تنجبر قاع لان جبرت عود واعرة وصغيرة، النوعية ما هي جيدة منها الأخرى اللي قال هي جاي والله جاي قطص يايبوي ميتا قص هيك قص جاي الاخرى اللي هي زول شنشار زول تو زول الموحر كونا كونا ايه بانجا تباس بيك الله شفتي دعايت لاش من ضرب حسب وش تنظر دا اللي قلت لك شوهي احنا هون حاج موسم نشتركوا احنا وهما جارة ايوه شهر واحد لشهر ستة هو موسم حصاد سمك مثل كعب الزراعة هو زمن التحوات هون مع شهر 1 شهر 6 ايوه من يقوموا الناس تخبل منا في التحوات ونطلقوا احنا هما هذا قال السباق النيله ونفكرون لا هي اكبر مده ما تعت حوات يتساق مع مده خلاقه في بحر وغامسه في نهار يجوهم الحوت وسابقيننا في الجغرافيا قدامنا ليستجلبوا هما الحوت وتم احنا ندودوا احنا جاوا هما البارح جينا احنا في النهار حاشوم البالح حقاب الليل ودبركة فرغوا في السنغال مع صباح واحنا قسناهم ثم قاع مسلت وقاع إلى ما هو دبركة في السنغال ظالي عنهم قسنا هنا وحاول أجبنا منه شيء بيلي ساعة نجيبه منه شوي ما هو كافي السوق ولو كافي ما نعرف كان نسبقه في المواطنين العاديين والله نسبقه في الشرائك الحالة فهمها نقصة عمالها كاملة ظالي انكم دائما تسبقوا فيها للشرائك الشرائك ما أنا هو غدا صال المواطنين بيدي يعطوا فيه ما يعطوا فيه شرائك والله نرجعوا ونقولوا ان نوعيه الاحوات الحوت يتحكم فيها المواسم اللي يجبر فيها اصلا في البحر يتحكم فيها بعد قاع انه تلوه الصيف يعادل به الحوت الحوت ما يجي من فراغ الحوت لا بد من استراتيجيه تجيبه لا بد من ضوابط لا بد من رقابه يقال نوعيتك الاستراتيجيه استراتيجيه العود الحوت يفرغ كامل اللي عندنا في بحر مولتان يفرغ لنا احنا في مولتان على الاقل بعد سو فرغ لنا في نوالي وسو فرغ لنا في ثاني سو فرغ في نجاكو سو فرغ في نوالفو من يفرغ لهم دي يجوا ينقالوا مرحلة ثانية من مريرات نقالها موزعين دي يجيبوا فريقوهات ودي يشوا الحوت ودي يوزعوا يقص به النعمة ودي يقص به الزويلات ودي يقص به كيهيد ويقص به راسه ويوصل نواكشو من يعود ما هو يدرك في دولة أخرى أجنبية ده يقيس من عند ندار ده يقيس أمبور من عند أمبور يقيس كيار يقيس دوال يقيس نشرة وبتنتا يقيس دنقان صامبو يقيس سنغاليين اللي عادوا يشروه بشوية هوية وإحنا هون يشروه 200 وقية جاي وما يشروه 50 فران شمال حق 10 وقية هي حتى انها فترتها زمنها خالقه وياسره ما تقض الى 18 رقيات هالكمان ما حتى تلحق 50 رقيات تلحق ستان اللي كانت اربعه منها 25 واليوم عاد تلحق اذا عندنا 200 رقيه 150 على حاشتها مين تجيب مين قاعد تقول عنها اليوم هوينه يقول الاستراتيجيه اللي قلت لك انا عنها لابد من تخلق يقعدوا الفاعلين السياسيين يفكروا في طريقه اول طريقه عن طالب يتعلموا بعد بها يتعلموا بها طريقه التحوات طريقه التحوات ما هو ذيك طريقه هي الواحده تم وديها ودينا الميناء
الميناء المواني قاعد اثنين وثلاثه قاعد ميناء ميناء جابو ميناء التانيت وميناء فنتويت قيد بانجاز ان شاء الله بيد مجلس الوزراء الماضي وخا تمويله راجع انه ما يزيد من يحسنها قاعد هو الى عدنا احنا مواني عدوا مفتوح للمجال هذا بالكوفه عند بله لهم ضد كان يدبر كنا احنا هذا منطقي يلا يلا التقاط نفرق قدامهم لا نحن مساعدينكم حوت راعي عند نحن هون خلي تقبلوا منه توفى تقبلوا منه غايتكم اللي عاطينكم احنا من تقبلوا خل مسبقين مواطننا خيركم لاهلكم احنا خيرنا المواطنين هم الاولين يقال المواطنين بعد احترام بعد قاعد سياده هذه الدوله لا لانها المواطنين دائما امور ما تعود فوضى نختي نعرف هون سمحي لي حياه هون كانكم فعلا فهم خطوه جاده بينكم انتم منسقة من أجل ياك تنحد من هذه الإشكالية. إحنا بينك فاعلين منسقينها. كان فاعلين ما دي نيتهم واحدة. هون اتحاديات نيتهم سليمة والوطن فوق الاعتبار. فوق المصلحة الخاصة. فوق مصلحة أي شخص. فوق معرفة مع الوزير. فوق المعرفة مع الإدارة. فوق المعرفة مع كوميسيون السنغال. هذا بعض الاتحاديات. وهو البعض اللي يتراعى فيها أنه عنده أصدقاء اللي هم سنوات في السنغال. وفيها صداقة انه ما يبغي يتعاقد مع الدولة اتجاه اللي قايل الدولة لاني نقول وي يقول وي نقول نو يقول نو لك السياسة المفصولة عند الدولة هو ماشي فيها احنا بعد وجهة نظرنا نقولوها نقولوا عنا فاتحين البلاد امام الناس كاملة وهادفين ولا شيء في مصلحة الدولة مش في مصلحة المواطن اولا وين المواطن اللي الامور كاملة عاد صعيبة على الاقل بعد هاي الثروة الهائلة يجبرها الثروة يقدر يستغنى منها المواطن يقدر يستفاد منها يقدر يعيش منها عيشة كريمة باخفض ثمن قال لا دائما تقبلها آلية لتمكن المواطن منها ذيك الآلية هي اللي مفصول بها بين غالبية المواطنين يقولوا عن الحوت إلى ما بقى المعدل له من الاتفاقيات وعاد مصلحة موريتان إن لا يتم الحوت إلا المواطن البسيط ما هو جابر منه القدر الكافي ولو جابره بذاك اللي لاحق أخلاقه هو من الفضل يعود بثمن بخس المواطن قاعد يعطي بعض قاعد يذكر عن الدولة تبيع الحوت بخمسين وقية في النعمة وتبيع هذا في كل بلاد بخمسين وقية غير خمسين وقية غير خمسين وقية لا ينباع فيها لا ينباع في بلادات نقاط محدودة وتعود الطوابير لاحقة فيها ما نعرف منين والناس قاعدة قاعدة توصل لها المواطن قاعد بسم حاله لا يشتري منه هي مزال الفجر توخذ لا واخذ طالع ذا هو لك الدنيا لاحقة ما نعرف منين ظل ينمو يشوف الليل يباتوا المواطن قاعد وين هو لين يستفاد منها صحيح شوف وهو عليه بعد قاعد يشتري هو بفلتو ذا اللي موجود يعود متيسر مثل اللي هو دري روايه ثانيه بشي رمز بس قلتي صحيح انا ذاك انت وصل لي فكره عن مواطن الدوله وفرت له قاعد تتوصل 2% تقبلها هي من بلجتها تفاضل عليها اتفاقيه الصيد وتلحقها له هو بيك الباقي على المواطن وعلى المواطنين اللي يشتغلوا في المجال ايوه الاستراتيجيه اللي تجعلنا الحوت ينباع فينا هي زي قلت لكم انا منين تدور الوزاره ماده يديها التعاون مع الفاعلين واحنا ندبر كل عدد المنتجات هون ولين نستحدثوا قاع نقدروا نستحدثوا اليه التمويل الصيادين ياكل نزيدوا هذا القطاع في القطاع عندنا لين نشغل الحوت بصفه هينا ولين بعد بصفه هينا ومنين نعود ما نقدروا نشاوروا على هذا الاتفاقيه دائما جانب واحد ولانه معتبرين المصلحه الوطنيه فوق كل اعتبار المواطن ما خلصت المصلحه الوطنيه المواطن ما يعود عليه النقطه بعد اللي ذكرت مهمه هي ان المواطن يجبر الحوت ب 50 وقيه غير يجبر الحوت تحت خطين به اللي هو لا مشات من هون فريقو وعد بعض المناطق الداخليه لا تعود ذيك فريقو في نقطه واحده ولا تعود المدينه كامله متجهه شارها ما فيها مواطن قاعد يجبر وخصوصا ان احنا مواطنين نعرف روسنا واحد لا يقبل الرنق لا يقبل قريب ويقبل منه صاير وشهر يعود قاعد المواطن الاخرين ما جبروا منه قلت صحيح قال احنا قلنا لك عن الدرجه الثانيه من السماكين قاعد موزعين نريد دبرك الحوتون يتوصلوا ذلك بنفس السعر في دبرك بسعر رخيص ودور دبرك يتوصلوا السماكين الدرجه الثانيه اللي قالها موزعين منين دبرك الحوت على الاراضي الموريتانيه ايوه دور يوصلوا السماكين الموريتانيين ذيك المناطق صفه هينا صفه هينا موكب وصلت الدوله بيدي تعود تنافس في, 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 في البيع وكل حد يقبل في الجهات عنده واقفين في الجهات اليوم لهم ست شهور صار ما يشتغلوا لو ما هو ياسين وزان بلا يجبروه هو في ربح الناس لو لا شيء في ربح كخاتمة على الموضوع نختار لعاد عندك بعض التوصيات تختار توجههم فيما يخص موضوع عليك والله شو هي لا نعود مقسمينهم على جانبين جانب اللي يتعلق بالمستثمرين في المجال والجانب اللي يتعلق بالدولة بصفة شو هي جانب المجال ولعاد ثم جانب للمواطنين من المستثمرين عنهم يزيدوا في الاستثمار بالخاص بالميناء التانيت
وعنهم يعرفوا عن الاستثمار اللي ده هو ركيزتها الدولة. وهذا الجانب اللي قالوا الصيف جانب مهم في الحياة الاقتصاد الوطني. ونجي متعلق بالدولة راشي منها طالب من فخامة الرئيس محمد الغزواني أنه بعد قال الوزير الصيد يتم يثبته نشوي ما نقدر يتم دايشين وزير ويطلع على 4 سنوات 5 ويقبلنا النهج ويمشي بينا لقدام ينقطع عنا ويجينا واحد ليقرا ديه في الباي ويعطي معنا شهرين خسر كنا واحد في كم يمشي عنا ويجينا واحد اخر. هذه الوزاره وزاره مهمه يقال فيها ياسر المشاكل ولا قاش ما فاتش مشاكلها اللي يعطي السنه الله يعطينا هذا الفهم. اللي يعطينا مولانا حد فات في مشاكلها يركزوا عليه شوي لان كان يقد يقدم خطوه لنا يقدم بينا ذي فتنا عدلنا يزيدونا ما يجينا واحد اخر يتخبط لنا في زي كيف ذا وقعنا في الفتره الماضيه كامل اللي كنا حصلنا في العشريه اللي هو اسمه بس بعد الشهر خسر علينا عدنا نتخبط وما نعرفوا اتجاهنا منين اتحاديات ما يعرفوا يقيسوا منين والفاعلين ما يعرفوا يقيسوا منين. وفي الاخير انا اتوجه بالشكر للتلفزه الموريتانيه شكرا لك اللي تحت هاي الفرصه وهي فرصه ثمينه ونعرف عنها خاصه تقبلكم ياسر الوقت غير نعرف عنكم بكم تند اهتمام بما يهم المواطن بصفه عامه ما قدرتوا يكون في هذه الفتره. شكرا جزيلا لك. نختاروا دائما نثيروا لا شيء يهم المواطن وشيء فعلا يصب في المصلحه العامه وان شاء الله ينور الراي العام بالمشاكل المطروحه وكيفيه التغلب عليها. شاكرينكم على الافكار اللي اعطيتوا في المجال وعلى قدينا نلحقوا شيء من اسئله المواطنين ويجبروا ان شاء الله لهم الاسئله. شاكرين هم اللي هو على رحابه صدرنا. شكرا جزيلا لكم الردود الوافيه على جميع اسئلتنا ربما تعود كانت والله ما في مشكله. شكرا جزيلا لكم الاستاذ احمد والاحمد العبيد فاعل في مجال الصيد على الردود الشافيه الوافيه قدمتوا لنا في جزيلا. الموضوع عزيزه ما تلنا من وقت يكون لنوادعوا فيه المشاهدين. شاكرينكم ايضا مشاهدين على حسن المتابعه. شاكرتك زميلتي حياه. شكرا لك. شكرا. نلتقي باذن الله. السلام عليكم.